انت فين؟ انا قلقت ما لقيتكش جنبي، اتخضيت. انت من امتى بتشرب سجاير؟ علي خش نام يا حياه. انام ازاي يعني وانت عامل كده؟ مالك يا علي؟ الآن. الآن من ايه يا حبيبي؟ قولي وانا اشيل عنك. انا مش عاوز اشيلك الهم كمان. انت كده يعني طمنتني؟ ما انت قلقتني من ساعة ما قمت من جنبي وقعد قعدتك دي. وبعدين انا ملاحظة كده ان بقالك كام يوم مش على بعض. في ايه يا علي؟ اتكلم، ما هو انا لازم افهم. بكرة لازم اعمل اللي اخوك قال لي عليه. فواز؟ قال لك ايه؟ مشيت ورا دماغه وسبت له نفسي. بس بيني وبينك حياة انا مرعوب قوي. مرعوب من ايه بس يا حبيبي؟ فهمني. بكره حياتي يوم صعب قوي. خايف. خايف بدل ما اكشف ولاد الكلب دول تطبل على دماغي. تقصد الناس اللي بيزنوا عليك؟ وفي غيرهم كلاب يا حياتي. ليه يا علي؟ ناوي تعمل ايه؟ اتأخرت كده ليه يا أستاذ علي؟ معلش، أول ما سألت على العنوان وصلت يعني. اتفضل استريح. الأستاذ محمد حسين أعتقد تعرفه كويس من صوره اللي عندك في الملف. أهلا وسهلا. أديني جيت لحد عندك زي ما طلبت يا أستاذ علي. عايزين بقى نخلص من الحكاية دي. الأستاذ علي من أكفأ الموظفين، وأعتقد يا باشا إن بقى له شغل معاك كتير قوي. وأنا عينيا ليه، بس هو يخلصنا. جبت الفلوس؟ ملف معاك. اتفضل. وين الفلوس اهي؟ ما حدش هيتحرك من مكانه. ايه ده؟ ماشي يا استاذ علي. احنا عملنا اللي انت عاوزه، فهمنا بقى ايه وراك تاني. انا بعرف انك شاطر وبتلقطها على الطاير. معقول كل هيدا وما فهمتوا شيء يا وادي؟ معلش يا باشا، اصل تفكيرنا لو هو على قده يعني خدنا على هادي. خصمك وخصمي واحد اللي هو فواز الصياد، وهو اللي اكل حقنا ولازم نرجع حقنا على الناشف. وانت مصدق ان فواز هيشربها على الناشف؟ فواز عقر ودماغه توزن بلد. ايوه احنا ثلاثة دماغنا بتوزن قارة بحالها. وبعدين ما تنسوا انكم ولاد عمه من لحمه ودمه، وبعدين هو بده تكونوا جنبه مش ضده. برضو ما فهمناش مكسبك انت فين يا عم الجن؟ اقول لكم انا بقى مكسب الجن فين؟ فواز العربية جاهزة يا حاج. ماشي يا شحاتة. اظن كده عدانا العيب وازح يا ابن عمي. ما تزعلوش مني يا اولاد عمي، انا ما احبش احكم عمياني، كان لازم اسمع واشوف بنفسي. دي الاصول. اديك يا عم سمعت بودانك وشفت بعينيك. اتاكدت من سلامه نيتنا فواز؟ الراجل كان هيدينا فلوس متلتله. والله كان جايب لنا مصالح لا ليها اول ولا اخر. ما تخليش الواحد يحتاج لحد. لا اله الا الله، معايا المكسب اكبر والمصالح اكتر وبما يرضي الله. ياه ازاي يعني؟ من بكرة الصبح إن شاء الله تطلع على الشركة تقابلوا مرسي وشحاتة، وهم هيفهموكوا تعملوا إيه. نعمل إيه في إيه؟ يا ابن اسمع الكلام وروح الأول، وإذا عجبك الكلام اعمله، ولو ما عجبناش هيبقى لينا كلام تاني يا تسوقي. هيبقى لينا كلام تاني يا حبيبي، إهدى بس. يلا أنا رايح الشركة، تيجوا أوصلكوا؟ لا اتكل على الله، ربنا يستر طريقك. أنا رايح مشوار رفيع على واد شعبان. مشوار رفيع؟ أمال أنت رايح تعمل إيه؟ حلو حلو الله حلو حق الله.
يلا بينا يا خالد. وسع يا عبد وهو وسع وسع. يا نهار ابيض دمه خفيف يا ابن عمك ده يا اخي. يا اخيرا شميت نفس يا فندم. باللي انت عملته ده نجيت نفسك من فخي كان منصوب لك وكان محكوم على الاخر. فخ ايه يا فندم؟ جواب من مجهول بيقول انك هتاخد رشوه من ناس ليهم مصلحه وكان محدد الميعاد والمكان. بس انت سبقت بقى وبلغت. يعني هما كانوا شفت بقى كانوا هيعملوا فيك ايه يا استاذ علي؟ طب هيستفيدوا ايه؟ دول كانوا هيموتوا على اللعبه دي. دول ما صدقوش نفسهم يا فندم ان انا وافقت ان انا اقابلهم. طبعا كانوا بيرموهولك عشان يثبتوا عليك الرشوه وتروح في 60 داهيه. يا نهار اسود. طب كانوا هيكسبوا ايه من الحكايه دي؟ بيقولوا يخلصوا منك واللي هيجي بعدك يمكن يكون اسهل، لكن انت طلعت اذكى منهم وقعتهم في الحفره اللي هم عملوها لك. لو ايه جبت صاحب المصلحه بنفسه. عملت كده ازاي يا استاذ علي؟ ما تقولش كده يا علي، انت جوز اختي يعني اخويا وربنا العالم معزتك عندي قد ايه يا علي. واللي انت عملته معايا كله بياكد على كده يا حاج. لا يا عم انا ما عملتش حاجه يا عم، انت هتورطنا. انا اديتك النصيحه وبس. نصيحه ايه؟ ده انت اديتني سكينه كانوا ناس ماسكينها وسننها وحاطينها على رقبتي وجبت لي رقبتهم تحت ايدي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم لا سكينه ولا دياولو، انت بس اللي قلبك ابيض ونضيف ومحترم عشان كده مالكش في السكك العوجه دي. ربنا يكرمك يا حاج. واضح ان انا عطلتك كتير، بس كان لازم اجي واتشكر لك بنفسي وبقول ربنا يقدرني على رد جميلك اللي في رقبتي ده. الجميل ده انت بترده كل يوم طول ما انت صاين الامانه ومراعي ربنا في اختي. انا عارف انك صاين الامانه وعارف انك بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تساعدها. انا عارف بحس. ربنا يخليكوا لبعض. خليك ليا يا جوز اختي. خليك يا حاج. شفت بقى اخويا قلبه عليك ازاي؟ فواز ده دماغه توزن بلد، ابن سوق كده وفاهم تدابير والعيب الناس دي وياما شاف من اللي زيهم، لكن دايما ربنا بينصره عشان قلبه طيب ونيته صافية. وهو نصرك انت كمان يا علي. عارفه حياه، اول ما عرفت اللي كانوا بيدبروهولي قلبي كان هيوقف. يا نهار اسود، يعني لو كنت سمعت كلامهم كنت رحت في 60 داهيه. لا يا علي، اللي معاه ربنا عمره ما ينضم ابدا. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ايه يا علي؟